السلام عليكم، الله يسعدك لوقتكم بكل خير. اليوم ان شاء الله بنشوف مع بعض كيف نعمل حلى الكاسات بموس الفراوله، الكريمه وطبقات من الكيك. طبعا ممكن تعملوا الكيك كرامبل او تعملوه مكعبات زي ما تحبوا، شكلها بيطلع كتير حلو واكيد طعمها كتير طيب. موس الفراوله سبق ونزلت طريقته، وصفه كتير حلوه وسهله، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وفرجه ممتعه. لعمل كؤوس موس الفراولة نحن نحتاج إلى موس الفراولة، سبق ونزلت طريقته، راح تلاقوه بصندوق الوصف تحت، وأيضا هو اللي طالع عندكم بالبطاقة الآن. كيك شوكولاتة كرامبل أو أي كيك تاني، أنا سبق ونزلت وصفة كاب كيك هي اللي بستخدمها وهي اللي طالعة بالبطاقة الآن. عندي كريمة اللي سبق وخفقتها، ممكن تستخدموا الكريمة السائلة أو ممكن تستخدموا كريمة خفق البودرة اللي هي الكريم شونتي. طبعا هذه الكوكوس اللي راح نعمل فيها الموس. هنا حاطين فراولة لزينة، وراح نحتاج إلى شراب شوكولاتة وايضا اقمع للشغل، راح نحتاجهم لحتى نملى القوالب. طبعا ما اننا مشتغلين بالكؤوس ولحتى تفضل عندنا حافه في الكاس نظيفه، يفضل اننا نشتغل بالاقمع. يعني انا احب اشتغل بالاقمع، اذا حبيته لا ما في داعي، بس بالاقمع تعطينا شغل جدا نظيف. اول شيء بنحط الكريمه زي كده، ثم بنحط الموس كمان، بعد ما جهزت كل شيء الآن نبتدي التشكيل. أول شيء طبقة من الكيك، نحاول نعمل طبقة كيك تبان من الجوانب لأنه الكاس مقعر كتير. أوكي زي كده. أول شيء راح أعمل طبقة رقيقة من الكريمة بس لحتى تبان بيضة من عند الحواف، يعني ما يكثر كتير. ثم بنحط طبقة من الموس بس تكون أسمك من طبقة الكيك وطبقة الكريمة زي كده. الآن ضروري هذه الحركة، ثم بنضيف كمان، خلينا نجيب ملعقة أحسن، كيك. بس هالمرة نعمل طبقة رقيقة مرة، يعني ما نكثر كتير. بس بشويش لحتى ما يغطس معاي الكيك كله بالموس، لأنه الموس لساته طري. زي كده. ثم بنحط طبقة خفيفة من الكريمة، يعني بنعمل الدور الثاني زي الدور الأول. أوكي وجلس أسوي زي كده الكيك. متأكد إنه الكريمة بتلامس الزجاج. أوكي لحتى تبان عندنا طبقة الكريمة. اوكي زي كده. هلا اخر شيء بنحط طبقة الموس. طبعا احنا ممكن نكتفي بدور واحد. اوكي زي كده.
رح اطلع الان بالثلاجة الان لحتى اجمد معي الموس وما ارجع ازينهم. جهز معي الموس وتماسك مثل ما انتم شايفين. رح نزين. انا لساعتها رح استعمل طبقة خفيفة من المربى، استخدمت هذا عندي انا بالرازبوري اللي هو التوت الاحمر، اذا ما عندكم استخدموا اي نكهة ثانية المهم لونها احمر، او انكم تعملوا طبقة من الجيلي. طبعا هذه المربى بيكون فيها بذور، انا اخذتها صفيتها كتير منيح حتى شلت كل البذور، ثم رح نحطها زي كده على السطح. طبعا ما كتكتي لانه هاي المربى بيكون طعمها حلو. نعمل زي كده طبقة، احاول المس الجوانب حتى لو فضيت الوسط مو مشكلة لانه راح تكون عليه طبقة من الكريمة، المهم اننا نوصل الحافة. زي كده اعمل الثاني بنفس الشكل. خلاص زي كده، ثم راح اعمل طبقه من الكريمه في الوسط. انا لانه عندي الكريمه البودره ولانه خفقتها من فتره بتكون الان سائله شوي، يفضل دائما كريمه الخفق اول ما نخفقها نشتغل بها، ولكن مو مشكله ابدا. زي كده اضيف عليها شوي من شراب الشوكولا. امي بنحاول زي ما نوصف زي ما عملت انا هنا مو حلو. بس يلا صار اللي صار. والافضل صراحه ان نعملها بقمع ثم نسكبها، بس عادي مو مشكله. ثم اجيب زي كده فراوله شرحتها واحطها على جنب او على الصدف زي ما تحبوا، انا حطيتها بس على جنب. خلاص كده بتكون عندي كاسات موس الفراولة جاهزت. هذا هو الشكل النهائي مثل ما انتم شايفين. طبعا ممكن تعملوا زي كده طبقات بواسطة كيك كرامبل، او تعملون قطع كيك مكعبات وتعملوا بشكل ترايفل بصحن كبير، واثناء التقديم كل واحد ياخذ حصته بصحنه. مثل ما شفتوا طريقته جدا سهلة وكتير حلوة وبسيطة، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. شكرا متابعتكم والله يسعدكم يا رب، ومع السلامة. باي باي.